السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وزي ما تعودنا وقبل ما نبدأ حكايتنا مع بعض نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام على رسول الله. صاحبة الحكاية بتقول: رحت أزور سلفتي في بيتها، لقيتها بتعمل حاجة مش كويسة مع حماها، مع أبو جوزها. ولما شفت الوضع ده حصل بعدها كارثة كبيرة عمري ما تخيلتها في حياتي. بس قبل ما تسمع الفيديو، فضلا وليس أمرا، ادعمونا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس واختيار الكل عشان يوصل لكم مننا كل اشعار فيديو جديد ننزله مع بعض ان شاء الله تعالى. صاحبة الحكاية بتقول: انا اتجوزت جوزي جواز صالونات، وغير كده كمان ان لما جه خطبني وتقدم لي واتفقنا، عرفنا ان هما بيتهم دورين بس، دور فيه سلف الكبير وفي دور في سلف الصغير، وحماية كان قاعد مع سلفي اللي هو الصغير اللي هو في الدور التاني، وكان جوزي ملهوش مكان ان هو يبني فوقهم لان البيت كان قديم جدا وكان يعني يعتبر اثري وما يشيلش الدور التالت. فطبعا لما جه خطيب اتفق مع اهلي قال لهم: انا هجيب الشبكة اللي انت عايزينها، بس انا ما عنديش مكان في بيت اهلي ان انا ادخل فيه، انا هسكن بره في شقة قريبة من المنطقة اللي اهلي فيهم عشان خاطر ابقى بيني وبينهم مسافة قريبة، اقدر اود ابويا لان ابويا ارمل وامي متوفية من 7 سنين، وابويا دلوقتي عمره 65 سنة، راجل كبير في السن، قاعد مع مرات اخويا في الدور التاني اللي هو الولد الوسطاني. اهلي قالوا: مفيش مشكله، يمكن ربنا يبني عينكم بعد كده انتوا الثلاث صبيان وتشتركوا مع بعض وتهدوا البيت وتبنوا لكم كل واحد دور وتعيشوا فيه، لان الايجارات غاليه ومش هتقدر توفق بين مصاريفك والايجارات وطلبات البيت والكهرباء والميه والحاجات دي. المهم وافق بابا مبدئيا ان احنا نتخطب بشبكه رمزيه، وبعد كده قبل كتب الكتاب ان يجيب لي شبكه كامله وندخل نعمل فرح ونتجوز واسكن مؤقتا بره على ما ربنا يفرجها. جيت بعد كده طبعا لما جه العريس جهز من مجاميعه وجهز واجر شقه وفرشها من كل كماليات العريس، انا طبعا كان اهلي في الوقت دول جهزوني وجابوا لي كل حاجه على كفه شيء وكلها على ما يرام. طبعا جهزنا الشقه كامله واجرنا الشقه دي، كانت ايجارها في الشهر 2500 جنيه، هي كان شقه جميله تشطيب على اعلى مستوى. المهم خدنا الشقة وقلنا نبقى قريبين من عيلة جوزي ونعرف بعد كده هما يودونا واحنا نودهم، بالنسبة ان كان حماية راجل كبير في السن ولازم ابني يبقى قريب منه لو تعب فجأة لا قدر الله وحد استنجد بيه يكون قريب من باباه. اتجوزنا من هنا وقعدنا اسبوعين طبعا في شقتنا، ده كان شهر العسل. وبعد كده انا اللي طلبت من جوزي ان انا اروح ازور حماية، مش عشان ان سلفيتي شايلة مسؤوليته، معنى كده ان انا ما ودهوش واسأل عليه واشوف طلباته واساعده في خدمته. فالمهم جوزي رحب قوي وفرح بيا ان انا يعني ايه فكرت ان انا اروح ازور حماية وشايله همه وشايله مسؤوليته. المهم رحت اول مره ضربت عليها الجرس، سمعت حماية عمال يعني صوته كده عالي وعمال يعني صوت نفسه عالي وعمال زي ما يكون بيعيط. المهم خبطت على الباب، هي فتحت لي الباب وبعد كده قلت لها: ازيك عامله ايه؟ والله ليكي وحشه، ما حدش بيشوفك ليه؟ قالت لي: والله ده انا ملبوخه بالعيال وبجوزي وبحمايه، ما انت عارفه ان هو قاعد عندي وانا اللي شايله مسؤوليته، وسلفتي من تحت اللي قاعده في الدور الارضي احيانا تطلع تعمل تساعدني في حاجه ليه واحيانا ما بتساعدنيش، ما هي برضو عندها مسؤوليه وجوزها ومعاها 4 عيال. المهم قلت لها: الله يعينك يا رب. فلقيت حماية وشه كده محمر كده وعينيه زي الدم بالظبط من كتر العيط، انا ما عرفتش هو بيعيط ليه، فقعدت جنبه صعب عليه كده وطقطقت عليه وقلت له: مالك يا بابا، فيك ايه، تعبان ولا ايه؟ قامت رد عليا مرات ابنه اللي هي سلفتي وقالت لي: ايه بيعيط، اصل هو تعبان وعنده امساك مزمن كده يا عيني، وبيخش الحمام بالساعات ما بيعرفش يعمل حاجه، وبديله ملين وعلاج بس ما بيجيبش معاه نتيجه، انت عارفه كبر السن بقى. المهم الراجل بص لي بعينيه وقام عامل لي هزيز اللي بدماغه، يعني هي اللي بتقوله صحيح. ساعتها قلت: مش مشكلة، يمكن يكون هو عشان مسن في العمر، يكون فعلا كبار السن بيبقوا برضو يشتكوا من موضوع الامساك المزمن ده. قلت له: عامة يا بابا انت محتاج بس سوائل، يعني ينسون بيعمل ملين، تشرب شوربة مثلا تكون سمينة شوية، انت محتاج اكلات ده
دسمة عشان خاطر تعمل عندك نوع من التليين شوية. قال لي اه يا بنتي انا محتاج كده، وبيني وبينك انا اكل معظمه كله نواشف. المهم ما علقتش على الكلمة، قلت له خلاص يا بابا اللي في نفسك اطلبه مني وانا اعمله لك. قال لي ربنا ما يحرمني منك يا بنتي، انت لسه عروسة ومش عايزة اتقل عليك. كان الراجل ما شاء الله ذهنه كويس وكان بيتكلم بلباقة وكان راجل كويس، هو اصلا كان راجل موظف حكومي وكان متقاعد على المعاش، يعني كان طالع على المعاش. المهم قعدت كده 3 4 ايام برضو قلت لجوزي انا هاخد فاكهه واخد حاجه حلوه واروح ازور ايه باباك. رحت برضو لقيته يا عيني قاعد في اوضته ووشه زارد كده برضو ومعيط وعينيه مورمه. قلت له مالك يا بابا، برضو الامساك اللي عندك ده مش مريحك؟ اما اعمل لي زي ما هزت بدماغه ما قايل لي لا. فساعتها كان عايز يتكلم كلام مش عارفه كان عايز يقول ايه، لقيت سلفتي داخله بتقول لله انت عامله ايه اخبارك ايه وانت لسه جايه دلوقتي؟ قلت لها انا ضربت الجرس وابنك الصغير فتح لي ولقيتك بيقولوا في الحمام، ما رضيتش ان انا بقى اخبط عليك وقلت اما اقعد مع بابا شويه على ما انت تطلعي بالسلامه كده. قامت قايله اه طيب بنتي تشربي حاجه؟ قلت لها ولا اي حاجه، انا جايبه لبابا شويه فاكهه حلوين اغسليهم بس، اغسلي منهم في طبق وهات البابا اما اكله. قامت قايله ايه سيبك يا شيخه ما انا شويه وهاكله وهو لسه واكل دلوقتي. قام الراجل هزز بدماغه اللي هو حمايه وقام عامل لي زي اللي بيقول لي لا ما اكلتش، يعني انا فهمتها كده. المهم قلت لها طب اوعي انت عنك وانا فين المطبخ، ودخلت المطبخ واستاذنت منها وغسلت له حته عنبه كده صغيره وحبيتين تين وقمت حطاهم في طبق. لقيت الراجل يا عيني بياكل بشراهه كانه ما اكلش من صباحيه ربنا او من يومين فاتوا. قلت له يا حبيبي يا بابا هو انت كنت عايز تاكل فاكهه؟ انا هزيد لي بدماغه وقام قايل لي اه. قلت له طيب يا حبيبي ايه لو عايز اي حاجه يا بابا مش انت معاك تليفون؟ قام قايل لي لا. قلت له امال تليفونك فين؟ كان هو معاه تليفون كده بزراير. قام مشور عليه وقام قايل مع مرات ابني هو فين ابنه؟ ما الموضوع ده كده ابنه كان مسافر بره في دول الخليج، هو ابنه ما كانش موجود، ابنه مسافر وبينزل كل سنه اجازه شهرين وبيبعت مصاريف مراته مصاريف ابوه مع مراته. المهم هو ليه معاش كويس بس برضه كان متوصي بابوه كان حنين عليه قوي، بس الله اعلم بسلفتي بتعامله ازاي. المهم اكلته يا عيني وغيرت له هدومه وجبت مناديل اللي هي المعطره زي مناديل البيبي جونسون ديت اللي هي بتاعت الاطفال ومسحت له رقبته. والمهم عطرته وقمت قايله له يا بابا هدومك كده بقت حلوه عليك عن الاول، وانا هدومك دهيت هشوف عند سلفتي غيره ليك هاخدها البيت عندي هغسلها في الاوتوماتيك، عندي غساله اوتوماتيك بتغسل وتنشف، قلت اخدهم واخفف من عليها الحمل وانا ان شاء الله هاجي لك تاني. لقيته بيقول لي تعالي لي بكره. قلت له ماشي يا حبيبي انت عايزني اجي لك بكره؟ قال لي اه. قعدتك معايا قعدتي معاكي يا بنتي حلوه قوي، وبيني وبينك انا مش بعتش من قعدتك، وباين عليكي بنت حلال احسن من غيرك بكتير. انا فهمت الكلمه من كده ان هو يا عيني متبهدل، بس ما مش فاهمه برضو اي حاجه لاني ما اشتكيليش من حاجه معينه. المهم روحت من هنا وخدت غيران ليه في كيسه كده وقمت مروحه البيت عندي شغلت عليهم الغساله وغسلتهم وعطرتهم. وتاني يوم فعلا من الساعه 10 الصبح رحت بقى لقيت المصيبه والكارثه اللي عمري ما كنت اتوقعها، كارثه بمعنى الكلمه. رحت لقيت سلفيت وانا بخبط على الباب قاعد في اوضته وهم عمالين يفطروا ما فيش قدامه اي اكل وعمال يعيط. المهم امكم فين يا ولاد؟ قالوا ده ماما على السطوح، ماما حاطه بط فوق وفراخ راح تعلي في البط والحواجب. المهم قلت فرصة حلوة قوي ان انا اقدر اقعد مع حماية واسمع منه ويتكلم معايا بكل ايه طمأنينة كده ما يبقاش عامل حساب لحد موجود. المهم دخلت لقيته يا عيني معيط ووشه كده محمر قوي وجسمه زارد كده، فبقول له مالك يا بابا انت مالك انت ما بتفطرش مع الولاد ليه؟ قال لي انا ما بفطرش معاهم. قلت له ليه؟ قال لي انا والله يا بنتي من على لقمة امبارح اداني العشاء اللي انت اكلتها لي وعلى حبة الفاكهة اللي انت اكلتهم لي ولغاية دلوقتي انا ما اكلتش اي حاجة. قلت له ازاي يا بابا؟ قال لي هي ما بتفطرنيش مع عيالها ولا بتحط لي الاكل، هي لما بتلقي العلاج وقف قلبي لان انا بدي علاج نفسي تقوم راح عامله لي سندوتش حته جبنه سندوتش حته حلاوه وتقوم مناولين لما تحس ان انا قلبي سخسخ كده وقلبي وجعني تقوم لحقاني بسندوتش كانها خايفه لموت واجيب لها نصيبه. لكن اكل وزي ما انت شايفه كده ما فيش، انت شايفه جسمي يا بنتي فيه حاجه؟ قلت له لا يا بابا. طب وهي ليه بتعمل كده؟ قلت له مش قال لي لما بيكون جوزها هنا في الاجازه اللي هي كل سنه شهرين دول طول الشهرين اللي ابني بيبقى قاعد معايا فيهم خد يا بابا كل ده
عشان خاطري، انت يا بابا ما فطرتش، بتقعد تسيسني وتقعد تدلعني وتاكلني ويبقى وشي ساعتها حلو. يوم ما بيمشي تقطع كل اللي هي بتعمله قدامه، وتقعد تقول لجوزها ابعت مصاريف بزياده عشان بابا امتعه وادلعه واجيب له حاجات حلوه كتير. الناس الكبيره دي بتبقى عايزه اهتمام، انا والله ما بشوف من اللي ابني بيبعته ده حاجه ولا بتهتم بيا ولا حاجه. المهم طبعا هم 3 صبيان وملهوش اخوات بنات. المهم قلت له طب يا بابا انا عايز استاذنك في حاجه، قال لي ايه هي؟ قلت له طب انا جايبه لك دلوقتي سندوتشين كبده وانا جاي، كنت مشوحاهم من امبارح في العشاء وسخنت منهم وانا جاي وعامل لك سندوتشين. قال لي طب يا حبيبتي الحقيني بيهم لان انا قلبي واقع من الجوع وهاتي لي كيس العلاج. اكلتهم له بايدي وعملت له كوبايه ينسون يعني بعد الاكل، واديته العلاج بتاعه والحمد لله لقيته مبسوط مني وعمال يدعي لي. قلت له ليه عندك اقتراح؟ لو وافقت بيه يبقى انت بسم الله ما شاء الله ما فيش زيك في الدنيا ويا ريت توافقني. قال لي ايه هو يا بنتي؟ اموري وانا معاكي يا بنتي. قلت له ايه رايك تيجي تعيش معايا وانا اخدمك بعناية؟ قام ردد عليا قال لي انا اتحرج يا بنتي، انت ساكنه في بيوت الناس الغرب وابقى كمان تقيل عليكي واجي اشيلك همي؟ يا دوبك الشقه على قد وعفشك يا دوبك على قدك وانت لسه عروسه ما فرحتيش، ده انت ما كملتش شهر، اجي اتقل عليكي ومش عايزك تتقلي مني، انا عايزه ابقى ضيف خفيف على قلبك عشان ما تتقليش مني وتهمليني بعد كده وارجع تاني اشيل وازعل. خليكي على انك تيجي تزوريني كده وكفايه حنانك عليا وكفايه انني اكون خفيف عليك وابقى في بيت وانت تيجي توديني على قد ما تقدري. قلت له لا والله يا بابا عمري ما هتقل منك ابدا، بس انا عشان خاطري انا بقول لك والله تعالى وانا اعمل لك اللازم. المهم انا نازل السلفتي وقلت لها بقول لك ايه، انا حضر البابا شويه غيره كده في شنطه عشان بابا هيقعد معايا. ساعه ما قلت لها الكلمتين دول اتهبلت عليا وقالت انت عايزه ايه؟ انت جايه تخربي على علاقتنا؟ انت عايزه جوزي يقول ده انا مقصره؟ اتبن الهانم بتستدرج جوزها في فلوس كتير، وطبعا عشان حجه ان هي خدنا ابوه وعامله له فبيبعت لها مصاريف بزياده فمش عايزه ان انا اخده. يوم قايل ايه خلاص بقى اخويا قاعد عند ابويا، قاعد عند اخويا مثلا ابقى احول لاخويا والخير يبقى ايه على ابوه من عندي. لا هي عايزه امسك الماليه كامله. حسيت ان هي كده، قلت لها بقول لك ايه، انا مش ليا حق فيه زي ما انت ليكي حق فيه، خلاص ايه هو يقعد هنا شويه وعندي شويه. قالت لي لا ما يطلعش من داري. قلت لها والله الراي يرجع لحمايه قدامي. قام قايل لي لا هروح معاكي يا بنتي في شقتك. فالكلام ده كدها وبقى وغظها وما رضيتش اقول لها ان هو اشتكى ولا عمل اي حاجه ولا رضيت اشتكي لجوزي ولا اي شيء عشان ما اعملش مشاكل ووقع الدنيا ببعضها. المهم لقيتها بتقول لي وانا مش مستفه له هدوم، عايزه تاخديه اعملي له اللي انت عايزاه بقى، بس اعرفي ان انت هتعملي مشكله بيني وبين جوزي وهيقول ان انت مقصره عشان كده سلفتك خدته عنده. قلت لها انا لا قايله ولا عايده، بس انا هقول انا اللي مسكت فيه وهو حب يغير مكان، احنا قاسم فيه بيني وبينك اسبوعين هنا واسبوعين عندك، ولما يمل مني يا ستي هجيبه لغايه عندك بعربيه كده اهو واوصله لغايه ايه بيتك. احنا مش بعاد عن بعض، احنا اللي بيننا وبين بعض 3 4 شوارع. المهم في الوقت ده دخلت جبت شنطه كده كبيره وقمت معبيه الحمايه شويه هدوم نضاف كده وحلوين، وقمت واخده علاج حمايه وقمت واخده حمايه في ايدي سندته كده على عصايه العكاز بتاعته، ونزلنا لغايه البوابه وقمت لاقي توك توك معدي قمت مركباه ورحت على شقتي. والحمد لله انا كنت ساكنه في الدور الاول علوي، يعني مش في دور عالي قوي، اخدته من ايده وطلعنا فعلا الشقه اللي انا ساكنه فيها، وقمت عامله له اوضه الاطفال ان هو يعيش فيها ورصيت له هدومه في دولاب الاطفال. يشهد ربي اني من يوم ما قعد معايا وانا الخير للعتبه، وبصراحه حمايه مش مقصر في حاجه، حمايه ما شاء الله معاشه كبير، كانت مرات ابنه بتروح تقبض له بالفيزا كارت تسحبها من بريد، وكانت بتاخد الفلوس دي كلها تصرفها على نفسها وتجيب هدوم وتجيب مكياجات وعطور وتحوش غير اللي كان ابنه بيبعته. كل ده كان حمايه ما بيستفدش منه حاجه اكتر من العلاج، كان بتجددوا له وماشي على العلاج كل شهر، كانت تجبر له بنرشته وخلاص، يعني كمان كان خيره منهوب. المهم لما جه عندي بسم الله ما شاء الله لقيت بيقبض معاش حلو، يعني بيقبض في حدود 5000 جنيه. قلت فلقيته بيقول لي البطاقه بتاعتها هي بنتي انا جبتها من ورا مرات من سلفتك، هي كانت عيناها تحت المرتبه بتاعتي انا خدتها الحمد لله وجبتها معايا، كل يوم 7 في الشهر تروحي تستلمي المعاش بتاعي وتجيبه لي. انا عمري ما مسكت قرش من يوم ما قعدت
مع من يوم ما مراتي ماتت وانا قعدت مع ابني الصغير ده، هي اللي ماسكه كل حاجه، ما بتمسكنيش حتى 100 جنيه اجيب في نفسي شوكولاته ولا بسكوته ولا علبه زبادي. تقول لا يا بابا انا هقبض لك المعاش وهديه لك كله كامل واعمل اللي انت عايزه. قال لي خلاص يا بنتي الحمد لله ان انا قعدت معاكي، انا كده نفسيتي مرتاحه ومطمن معاكي على نفسي. وفعلا اول ما جه ميعاد المعاش رحت قبضت، لقيته بيقبض 5000 وكسور كده. المهم خدت الفلوس وقمت حطاها في الظرف وادتها لحماه وقلت له ديت فلوسك يا بابا. قال لي يا بنتي طلعي معاشتنا وايجارك والباقي خليه في ايدك، اللي اطلبه منك هاتهولي انا طلباتي بسيطه. قلت له لا والله يا بابا ما ممسك فلوسك ابدا، دي معاشك وانت حر فيه. المهم حماية بقى يحاول يديلي فلوس وانا اقول له يا بابا بس انت اطلب واللي انت عايزه، رغم ان جوزي والله مرتبه ضعيف، جوزي بيقبض 4000 جنيه 2500 رايحين ايجار والباقي يا دوبك كنا بنمشي حالنا بيه، وكنت بدي كام عيل كده دروس من اللي هم بتوع الحضانه العيل ب 150 جنيه، يعني الحمد لله كنا بنكمل معاشتنا، واللي ربنا بيقدر يقدر جوزي عليه بيجيبه واللي يقدرنا عليه ربنا نجيبه. لقيت حمايه بيقول لي والله العظيم طول ما انا قاعد عندك انا الايجار عليا، كده لازعل منك واخد بعضي واروح للبهدله تاني. المهم من هنا لهنا قلت له خلاص يا بابا، بقى حمايه يدفع الايجار واحنا بسم الله ما شاء الله. قلت له خلاص بعد الايجار ده ما تجيبش اي حاجه تاني من معاشك في البيت، احنا مكفلين بمصاريفك واكلك وشربك. وسبحان الله كان ماشي على علاج كل شهر ب 800 جنيه بقيت اجيبه انا من شغل دروسي انا، والحمد لله بقيت اغطي مصاريفه والبركه، ما بقتش عارفه سبحان الله بتيجي منين. جوزي جاله علاوه في شغله وجاله مكافاه وترقى على الدرجة التانية وهو لسه شباب، وربنا عوض عليا كمان بحمل بعد تاني شهر جواز. سبحان الله ان انا لسه عروسة وربنا عوض عليا بحمل. ما اقولكوش الحياة كانت جميلة ازاي، وربنا كان باعت الرزق من اوسع الابواب. ورحت قدمت كمان في مدارس خاصة ان انا اشتغل، انا معايا كلية تربية لغة عربية، قدمت في مدرسة خاصة رغم ان انا حاولت اكتر من مرة من يوم ما اتخرج ان انا اقدم اشتغل بالحصة او بالتعاقد، ما كانش في مدرسة تقبل. سبحان الله انا قدمت كمان على وظيفة خاصة في مدرسة خاصة بالتعاقد، قبلوني براتب كويس، والحمد لله ربنا كان رزقني من وظيفتي ورزقني كمان من الدروس، وكنت قايمه بدوري انا وحماية على اكمل وجه. وكنت محتاره اعمل له ايه، عمر ما رحت شغل، انا كنت بروح من صباحيه ربنا من الساعه 7:30 ما ارجعش الا الساعه 1. قبل ما اروح والاقي كنت ببقى مغيره الحماية وحاطه له الفطار وعامله له ترمس ينسون جنب منه وعامله له الاكل وملبساه ومغيره له ومخليه كل حاجه ومشغله جنب منه التلفزيون على القران، وكنت بديله كمان الريموت لو حب يقلب القنوات ولا حاجه يسمع مسلسل او برنامج حاجه تسليه على ماجي. وسبحان الله ربنا كان واهب الرزق من كل مكان. جت بعدها سلفتي طبعا لما قعد معايا شهرين، طبعا الحال ده معاها، لقيتها بتقول لي انا عايزه حماي يجي يعيش معايا، البيت من غيره ما فيهوش بركه. قلت لها والله انا مش هقدر اقول لك اي حاجه، الرك والراي يرجع لحماية، لو عايز يرجع معاكي على خيره الله، انا ما بمنعش، انت ليكي في قوم وانا ليا في حق برضه، انت مرات ابنه وانا مرات ابنه، القرار يرجع لبابا هو اللي يقول اي او لا. المهم حماتي قالت سلفتي بتقول له ايوه يا حمايه انت هتيجي معايا ولا لا؟ قال لها لا. قالت له انت حبيت القعده هنا؟ قال لها اي حبيت القعده هنا وارتحت هنا ومزاجي متفل وعشرة، ومرات ابني محتاره تعمل لي ايه. الله يعوض عليها بحملها ده وتشوفه طفل بر بالوالدين ويكون كره عينها هو وابوه. انا يعني مرات ابني من يوم ما جت انا ما شفتش منها الا كل خير، هسيب الحلو ده كله وادور على المر؟ قالت له انت بتزعلني وبتشتمني؟ قال لها مش دي الحقيقه، ما انا ياما شفت منك، عامه انت خدي واجبك ويلا بالسلامه، مش انت جاي عشان تشوفيني، انا مش عايزه اشوفك، عايزه تقعدي مع سلفتك يبقى قابلها في الصاله واقعدي معاها، انا يا بنتي ياما شفت منك، ده انت كنت مربيه للرعب. المهم سلفتي زعلت قامت قايله لا معاك ولا معاها، اتفلوا ببعض وقامت واخده بعضها وماشيه. المهم مفيش بعدها باسبوع لقيت سلفتي بنتها الكبيره كانت في 5 ابتدائي بتتصل عليا بتقول لي الحقي ماما، ماما رجلها اتكسرت وهي نازله من على السطح رجلها اتكسرت. المهم لما نزلت من على السطح ورجلها اتكسرت وانا عرفت استاذنت من بابا وقلت له انا هروح ابص عليها واطمن عليها، اصل بنتها متصل عليا بتقول الحقي ماما، ماما وقعت من على السطح ورجلها اتكسرت. واتصلت على جد وجه ابو ماما جه خدها وراح جبس لها رجلها، رحت ازورها زي اي سلفه بتزور سلفتها، لقيتها بتقول لي انا رجليا مكسوره وبتوجعني قوي، والدكتور بيقول لي الكسر صعب جدا حاد، انت زي ما يكون كان عندك نقص كالسيوم وفيك كسور، مش كسر واحد، كسر في الركبه وكمان كسر وشرخ في المفصل.
المهم سلفتي من يومها بقالها دلوقتي اكتر من 3 سنوات تعمل كل مره عمليه في رجلها دي ورجلها ما ترتاحش، كل ما تعمل عمليه العمليه ما تنجحش ورجلها برضه في نفس الوقت في الجبس وفي العمليه، بتمشي على عكاز ما بتقدرش تنزل ولا تطلع ولا تقدر تعمل اي حاجه، وبتعتمد كمان على اولادها الصغيرين هم اللي يخدموها وبتزحف عشان تعمل لهم اللقمه. في الوقت ده انا لما كان ربنا بيعيني، طبعا انا كنت برضو حاملة على اخر، كنت قربت على التاسع، كان لما ربنا يعني يمهد لي بوقت او في يوم ريست كده كنت اروح اعطف عليها واروح انضف لها البيت واعمل لها اكل 3 4 ايام تقدر هي تطلعه من الفريزر وتسخنه. لقيتها بتقول لي الوحيده ايه ده ذنب حماية وخلص، انا ياما وريته ايام صعبة قوي، انا كنت بعذبه من الجوع، كنت بضربه لو طلب حاجة، انا فعلا ربنا عاقبني وعشان انا عملت الشر ده ربنا وقعده لي، والنهاردة بقى لي 4 سنين اهوت محتاجة للصغير والكبير وربنا حوجني لأي حد. فعلا افعل يا ابن ادم كما شئت كم تدين تدان، والكاس اللي شربته له مر الحماية شربته اضعاف اضعاف، يمكن لو كنت انا عملت خير كان ربنا سخر لي الخير، شوف انت عشان حماية غلبان سخرك لي. لقيتها بتقول الكلام ده ملوش لازمه، قلت لها الكلام ده ملوش لازمه تقوليه دلوقتي، اهم حاجه ان شاء الله تعملي عمليه تبقى كويسه. قامت قايله الدكتور بيقول نسبه العمليه ضعيفه، انت يعتبر بقى عندك اعاقه برجلك، هتفضلي طول عمرك على العكاز لان الكسر صعب جدا وغويط والشرخ يعني صعب، الشرخ مش ضعيف عشان حتى يلئم، وكمان انت عندك نقص كالسيوم مخلي العظم ما يلمش بسهوله، يعني احمدي ربنا ان رجليكي ما ضربتش ببعضها واضطرينا ان احنا نعملها بتر. فانا الحمد لله على كده وربنا بس يغفر ذنوبي وكده. عرفت ساعتها من ان الانسان ربنا سبحانه وتعالى بيسامح في حقه الا حقوق العباد، لكن هي منها ظلمت الظلم ظلمات ليوم القيامه اهو ترد لها. والحمد لله انا ولدت دلوقتي بنوته زي العسل سمتها زهراء، والحمد لله يعني حماية مبسوط معايا وجوزي مبسوط مني، وصدقوني انا عمري ما حكيت لحماية لجوزي حاجة عن سلفتي ولا عملت لها مشكلة مع جوزها، ولا اكني سمعت ولا رأيت ولا عرفت. انا بعامل ربنا وبتاجر مع ربنا في ارضاء حماية، والحمد لله دعوة منه هي اللي نفعنا، وما اقولكوش انا قد ايه في قمة السعادة وراحة البال، والحمد لله الامور معايا عمرها ما تعثرت ابدا، ربنا دايما مسهلها معانا. وحتى لما جيت اولد لقيت ربنا بعت الرزق من 7 سما والدروس عندي كترت، والحمد لله الفلوس بقت بتجري في ايدي، والخير كان للعتبة، والحمد لله ربنا سهل، وولدت كمان في مستشفى خاصة بفلوس كانت ربنا بعتها، رزقي ورزق المولود ورزق جوزي ده طبعا ببركة دعاء حماية ليا وبركة رضا ربنا عليا، والله يدومها نعمة عليا يا رب، ويخلي كل إنسان يراعي ربنا في كبار السن. يا ريت تكونوا اتعلمتوا حاجة من الحلقة الجميلة ديت، ويا ريت ما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم مننا كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.